رحمة الله عليه فناننا الكبير الفنان الرائع سعيد صالح. دايما بنقول الفنان والمبدع هو الحاضر الغائب، صحيح بيترك دنيانا لكن بتفضل أعماله وبصماته عايشة معانا. مين فينا ما يفتكرش، ويمكن واحنا بنتابع في التقرير كلنا حافظين الإفيهات وحافظين العبارات ونكمل بقية الكلام، ومش بس جيلنا لكن حتى الأجيال الجديدة، يعني حاجات بتتنقلها الأجيال زي ما بيتقال. الفنان الكبير سعيد صالح الله يرحمه، يعني من السينما للمسرح للتلفزيون، أعمال وأعمال، مشوار كبير مليان تفاصيل ومليان بصمات مهمة. هنتوقف النهاردة مع محطات كتيرة في عطاء الفنان الراحل سعيد صالح من خلال وجود ابنة صانع البهجة هند سعيد صالح اللي مشرفانا النهاردة في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. يعني اليوم النهاردة ومبارح يعني ذكرى الرحيل وذكرى الميلاد، ويعني سبحان الله بيتزامنوا مع بعض. لخبطة والله، نفسيا بتبقى حكاية لخبطة عندي يعني جدا، لأنه أنا متعودة 31 ده يوم ضحك عندي من يوم ما اتولدت، واحتفال وعيد ميلاد وفرحة واليوم اللي بعديه يعني ذكرى الوقت. يعني ففي حاله كل سنه، يعني حتى مش بتعود، انا كل سنه في حاله النهارده مبسوطه، طبعا دلوقتي مش مبسوطه، بس يعني ببقى مبسوطه ومش مبسوطه يومين ورا بعض. احنا دايما كجمهور زي ما كنت بقول، احنا ما يعني مش بنا يعني انا اسفه، مش هو افتقاد للفنان بس بتحس ان هو موجود وعايش معانا، يعني باعمال بشغل على طول بتحسي ان هو لا ما سبناش. الاحساس عند الاسره ويعني احساس الابنه، وفي نفس كمان الوقت انت كمان فنانه ومتابعه، استاذه هند كمان هي خريجه معهد سينما وهي مونتيره، فبرضه هي في الفن وفي المجال، الاحساسين بيبقوا عندك عاملين ازاي؟ بصي هشرح لك حاجه. اتفضلي. انا لحد ما بابا توفى بحبه اب. عارفه انه فنان وعارفه انه نجم وعارفه انه ليه جمهور، بس هو بالنسبه لي بابا. فانا بحبه بشكل. لما مات لقيت حب غريب من الناس اللي حواليا، مش بس اصحابي اللي عارفينه، من الجمهور. بشوف ده على الفيسبوك، بشوف ده في عموما يعني. فكان عندي حاله خضه لانه انا بحبه بشكل غيركو، يعني انا فبحبه حبين دلوقتي. مفتقده الاب مش الفنان، لانه الفنان يعني موجود بعطائه صحيح، لكن في اب بقى، اب صديق اخ. يعني انا مره قلت له لو مش بنتك كنت اتجوزت، يعني حاله جميله. سعيد صالح كان حاله جميله قوي، روح حلوه قوي. طب انت بتقولي لي ببص على المواقع والشباب واللي بيقولوه، بعد سنين طويله ممكن في شباب ما كانش حاضر او معاصر، بس هو بيتابع وبيشوف اعمال عايشه معانا لغايه النهارده. من التعليقات يعني بتحسي بايه، او اكتر حاجه بتلفت نظرك في الكلام؟ اللي هي كبرت، هي سبحان الله هي اللي بتربط الجيل الصغير اللي لسه ما حضرش ده، او حتى لو يعني بابا توفى من 7 سنين، يعني حتى ممكن وهو عايش ما كانوش حاضرينه قوي. هي سبحان الله اللي بتربط، مش الافلام حتى الجديده الاخيره. ما اعرفش انا ليه العيال كبرت، هي دايما هي اللي رابطه الاجيال، كبير صغير. يعني حتى ابني الكبير عارف جده طبعا، بس لما بدات اتفرجه على العيال كبرت، اول حاجه يشوفها عشان يقعد يضحك. هو ما يعني هو بقى يقول لي انا عايز اتفرج على الولاد كبروا، لسه ما كانش حافظ اسمها. الولاد كبروا. الولاد كبروا. فهي سبحان الله العيال كبرت دايما اللي بتربط، يمكن اكتر مسرحيه او اكتر فيلم في العموم بتربط اجيال ببعضها. هي بتحسيها عشان يمكن جوه البيت. بتتكلم عن علاقه الاهل بالاب والام بالولاد، بالمشاكل اللي طبعا بيعملوها. فعايشة وقريبة مع الشباب. بالظبط، اعتقد ان هي دي اللي اول حاجة. وبعدين يمكن عشان كل اللي فيها كانوا تلقائيين. الضحك كان تلقائي، ما كانتش مترتب، ما تبقيش عارفة هيقولوا ايه. بمناسبة ما فيش حاجة مترتبة والتلقائية، استاذة هند ينفع تقولي لي اللي انت قلتولي واحنا بنتفرج على العيال كبرت في المشهد اللي فات؟ فستان ماما. ساعات لما دخل هنشوفها تاني اللقطة دي، فنان سعيد صالح ولابس الفستان الاحمر ده، فستان كارو. فستان أيوه. ماما ده فستان من الزوجه. لا هو لا ده كان عادي. وبعدين جدتي يعني تقريبا هو قال لي تيتا جدة مامتي يعني
ظبطته لي بقى على ما اسمها ماما عامله كده رفيع. ظبط. لا عادي. وهقول لك على حاجه كمان مفاجاه، البنطلون الجينز اللي بيدخل بيه اول اللي كان مقطع شويه، لا مش مقطع، إيه؟ النص اللي تحت فاتح والنص اللي فوق ده انا استوليت عليه وفضلت البسه لحد ما دخلت الجامعه. خدتيه؟ خدته، انا لبسته عجبني جدا، خدته ولبسته، مش ده بقى رجالي مش رجالي. بنطلون العيال كبرت ده كان لحد فتره قريبه انا بلبسه لحد وانا في الجامعه يعني في المعهد. هو سعيد صالح الله يرحمه فنان كبير، كان اقرب له المسرح ولا السينما؟ بحب اكتر المسرح. إيه؟ طبعا مسرح. المسرح ده كان يعني لو هو العرض الساعه 9 ونص 10 هو تلاقيه من الساعه 7 هناك قبل كل الناس. ما كانش فيه يعني، هو مش هيعمل ميك اب، مش هيعمل شعر، ويعني ما فيش الترتيبات اللي الممثله بتعملها. قاعد على الخشبه، خشبه المسرح لوحده من غير جمهور طبعا، من غير حاجه، من غير اي حد، قاعد جايب كرسي وقاعد في وسط المسرح كده. بس كتير اروح معاه اقول له طب بتكلم مين؟ يعني ايه؟ يقول لي باخد على المكان، بتصاحب على الكراسي، بتصاحب. بعد السنين الطويله دي كلها. كل يوم وكل يوم يطلع بقى. نفس الرعب اللي بيطلع بيه كانه هو في الستينات بيمثل. اقول له ليه يا بابا؟ يقول لي لان اللي اتفرج عليا النهارده مش هو اللي اتفرج عليا امبارح، مش هو اللي اتفرج عليا اول امبارح، مش عارفه. بس ده احترام للجمهور وبيعمل له حساب جدا. عشان كده بيتضايق لما بيحس ان حد من الجمهور نايم بيتكلم مع اللي جنبه. بيحس انه في قله تقدير ليه. فممكن بقى قله التقدير دي تطلع على بابا ما بيتكسفش بقى من حاجه، استلام بقى، مستلم الاستاذ اللي نايم في الصف الاولاني ده طول ال والله افيهات بقى وكدا. مش افيهات، هو خلاص هو لقى الايه فهو ماسك ده لحد ما نخلص العرض النهارده. الارتجال برضو ده كان مهم قوي، وكان زي ما بقول كده في الجون، يعني بنحس ان هو قال الجمله دي مفاجاه لينا ومعرفش بتبقى مترتبه ازاي. فقولي لي الارتجال بالنسبه له، وانتوا نفسكم كمان كنتوا بتتكلموا معاه في الكلام اللي بيتقال، هو ده كده مش بيبقى خارج النص يا بابا؟ طب انت ليه بتقول ده امتى وفين؟ لا هو لان هقول لحضرتك حاجه، هو احنا اصلا عيله مرتجله كلنا يعني. احنا كلنا الشكل ده والله التركيبه دي، فبالنسبه لنا اللي هو بيعمله عادي عادي. ولما تقولي حاجه حتى في حياتنا العاديه يعني، هو بيرتجل على المسرح؟ لا هو بيرتجل في الحياه يعني. هو ممكن هو قاعد معاكي فجاه وبيكلم معاك يلا خلاص انا زهقت، ويروح سايبك وقايم وراكب عربيته ومروح فجاه وما زهقش منه. هو حس في اللحظه دي انه عايز يروح. فهو مش زعلان منك خالص ولا ضايقتيه ولا اي حاجه، فهو غير متوقع لا في الكلام ولا في الفعل. الارتجال على المسرح او بيسموه الخروج عن النص، لا هو بيعتبره مش خروج، هو بيعتبره دخول في النص، لانه انت سكريبت اتكتب، جمل هتقوليها. فهو مره قال لي انا لو كنت قلت اللي اتقال في مدرسه المشاغبين اللي كتبه المؤلف بالحرف ما كانتش المسرحيه، مش انا بس، هو وكل ال ال ما كناش هنضحك. ما كناش هنضحك لانه في النهايه المؤلف بيكتب موقف وحواره. الإفيه بيجي من انه حصل موقف، انه مثلا الله يرحمه يونس شلبي مش عارف يجمع مين اللي جاب، لا يعني مين اللي جاب التورته؟ انا اللي جبت التورته. متخيله ان المؤلف قعد كتب اسمها انا اللي جبت التورته؟ ازاي تقول انا اذا كنت انت؟ لا هي طلعت كده، دي ولدت الموقف، ولدت الموقف. وبابا، وما تطلعش غير من بابا يعني. هو قرر انه يقعد ربع ساعه في الجمله انا اللي هي يعني، انا اسفه في الكلمه، هي غلاسه، انا هقف اغلس دلوقتي حالا على احمد زكي واقول له ان انا اللي جبت التورته. ومبسوطين وبيضحكوا، ولما بيلاقي الممثل اللي قدامه بيتلقى وبيكمل معاه بيعلوا بعض. بيدوا بقى. ده هنا يرجعنا للدويتو ما بين الفنان الكبير سعيد صالح الله يرحمه والزعيم عادل امام في كتير من الاعمال، بس هنشوف المشهد ده في مدرسه المشاغبين. تعالوا نشوف لا طب خلونا الاول نسمع الزعيم عادل امام قال ايه عن الفنان الكبير سعيد صالح ونرجع لحضراتكم تاني. استاذه هند، سر النجاح والدويتو الرائع ده ما بين سعيد صالح وعادل امام شايفه ازاي؟ شايفاه حب وصداقه وعشره وتوافق هم بدأوا مع بعض. ومن قبل على فكره حتى مدرسه المشاغبين هم طلعوا مع بعض في مسرحيه البيجامه الحمراء. ما تقابلوش على المسرح بس من وقتها يعرفوا بعض، ومن قبلها كمان. ففي صداقه وفي اخوه وفي حب وفي عشره وفي
شغل وفي زماله وفي جواز، اتجوزوا وسكنوا قصاد بعض. اول يعني اول ما اتجوزوا هما الاثنين سكنوا في شارع العمارتين قصاد بعض. ففي تناغم غريب غصب عنك، تقولي سعيد صالح تقولي عادل امام، صح. تفتكري عادل امام تقولي سعيد صالح. هي سبحان الله هي كيمياء. وعشان كده كان دي الخلطة الحلوة اللي شفناها وسر نجاح الأعمال اللي جمعت ما بين الاثنين الحقيقة. طيب احنا معانا كمان على التليفون دلوقتي الفنان الكبير أستاذ عهدي صادق. أهلا وسهلا أستاذ عهدي، مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني وطبعا مشرفانا أستاذة هند سعيد صالح وسامع حضرتك دلوقتي، وبالتأكيد يعني في ذكرى رحيل الفنان الكبير سعيد صالح. الله يرحمه. تتكلم عنه تقول إيه؟ يعني محطات أو علامات توصفه إزاي يا أستاذ عهدي؟ ما أقدرش أوصفه، أنا أتكلم بس عنه. طيب. على المستوى الإنساني. مش المستوى الفني. الفني. هو كفنان أنا ما أقدرش أتكلم عن أخويا العزيز الغالي سعيد صالح. احنا عشرة عمر وصداقة. وانا اعتذر لك ان انا مش هتكلم عنه على المستوى الفني. لا انا يهمني كمان على المستوى الانساني والصداقة اللي جمعتكم. صحيح. المستوى الانساني احنا اصدقاء عن قرب من فترة طويلة جدا جدا، تكاد توصل لخمسين سنة صداقة. ما شاء الله. خمسين سنة صداقة وشغل وسفر وكل حاجة مع بعض مع بعض مع بعض في كافة شيء. واللي جمعنا في الحكاية دي ان هو انسان، انسان صادق، وانا عهدي صادق. خفت الدم برضه. حبيبي ده فرحتي بيه النهارده. لا اكله سعيد. انسان. استاذة هند عايزة تقول لك حاجة يا استاذ عهدي. اتفضلي. مش هقول لك، انت عارف انا بحبك قد ايه. وانا بحبك قد ايه. مش عارفة اقول لك حاجة، يعني انت حبيبي قوي بقى. قوي. حبيبي قوي يعني. طبعا ما انا عارف ده عمي اللي جدي ما خلفوش. يعني يعني انا لسه هقول لك لما يعني عهدي صادق وسعيد صالح مش اتنين ممثلين. يعني هو فعلا هو قال حاجه صح، انا مش هكلمك عن الفنان. عهدي صادق عندنا في البيت، عهدي صادق بتاعنا يعني. لدرجة ان في ناس كتيرة قوي كانوا يتلخبطوا يقولوا لي عهدي صالح. ايه الحاجات المشتركة؟ يعني طبعا عمر كبير خمسين سنة، يعني مش بتكلم. ويمكن حتى دايما بقولك ايه العلاقة بين الفنانين توصل لصداقة قوي دي، يعني يقولك دايما ابنكارك، يعني عارف ما فيش اللي هو لا احنا مش كده خالص. لانه الهدف اللي كان قدامنا ان احنا نعمل مسرح جيد ومفيد للناس. كان هو طبعا هو النجم اللي ممكن يشيل العبء ده كله، يبقى هو البطل اللي ممكن يبقى بطل في كل الأعمال. أنا كنت بشتغل معاه طبعا، بس البطولة كانت لسعيد صالح، بس أنا طبعا على المستوى الفكري على المستوى السياسي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بس طبعا سعيد نجم، بس أنا حبيت إن هو عاوز يعمل فن كويس يفيد الناس. ودي مرحلة حققنا فيها ما يقرب من 7 مسرحيات خلال 20 سنة. في دايما ادم بيتكلم على البعد الانساني يا استاذ عهدي، مواقف انسانيه، ودايما الانسان بيبقى فيه لحظات نجاح ولحظات احباط، مواقف بتبقى صعبه، مواقف بتكون يعني بتدي طاقه ايجابيه. لو تقول لنا يعني حاجات تفتكرها من الحاجات. انا مش هقدر اقول لك حاجات افتكرها ولا حاجه. انما انا ما اقدرش ابعد عن سعيد وما اشوفوش وابقى جنبه لمده يوم واحد. احنا مع بعض ليلا ونهارا في الشغل وبره الشغل، اصدقاء عن قرب، اصدقاء بجد، اصدقاء، لان هو طبعا انسان مخلص وكريم. المستوى الانساني غير انه فنان مشهور ونجم، هو انسان مخلص وكريم. فطبعا لازم تقتربي منه ولازم تعيشي معاه ولازم تتعرفي عليه. فانا كل اللي عملته ان انا كنت عن قرب من سعيد، عايش معاه في بيته بره بيته، في المسرح بره المسرح، اصدقاء. انما لما ابقى مزنوق هلجأ لمين؟ الجأ لاخويا. اخويا مين؟ سعيد. اي موقف اروح لسعيد.
متضايق اروح لسعيد، مفلس اروح لسعيد. طيب دايما بنقول الكوميديان بيبقى على طول الخط مبسوط وبيضحك وفرحان وإفهاته، ولا يعني لما يبقى يتعرض لمشكله لازمه بيتعامل معاها ازاي؟ انتوا كاصدقاء وزي ما بقول في مطبات في الحياه، الكوميديان بيبقى تعامله بره او يعني بعيد عن الجمهور او بعيد عن الشاشه ازاي؟ لا هو كان بيمر بازمات، بس هو كان قلبه طيب جدا جدا وبيتجاوز اي ازمه. مش هيقف عندها ويعيط، لا 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 لا، راجل كريم قلبه كبير. في مشكله هنتجاوزها سوا، ولازم نقف جنب بعض كاصدقاء. بس الفنان الكبير عهدي صادق، شكرا جزيلا على وجودك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك على مكالمتك. استاذه هند، سعيد صالح في البيت عامل ازاي؟ شقاوة شقاوة. في حياة، في توتر، مش توتر يعني، يعني ما يقدرش يبقى اليوم عادي يعني. ما يعني في أسر تبقى واتسوتك عشان بابا نايم، مش عارفة إيه عشان بابا جاي من الشغل تعبان. لا هو بقى اللي يعلي صوته، وهو اللي يعلي تلفزيونه، وهو لو انتوا بطبيعتكم الدنيا طبيعتها. لا تمام، هو اللي بيحركنا كمان يعني، هو حط فيا حتى. طبعا انت دي يا هند الصغننه الحلوه دي. ما هو ما خلفش غيري. هو اللي بيحركنا، هو اللي بيصحينا. هو اللي يعني ساعات كان يمشي في البيت وانا قاعده في الاوضه كده هاديه مستكينه، وسامع صوت الشبش، اقول في كارثه حصلت بره، في كارثه، بابا خارج جاي. اقول له بابا في ايه؟ يقول لي ولا حاجه. اقول له طب يعني انا سامعك جاي لدرجه ان انا سامع صوت الشبشب ولا الجزمه ولا ما انا شايفكوا يعني نايمين. عايز يفوق الدنيا، عايز يعني هو في روح في البيت. والله لازم الله. تكوني في حاجه، في حاله حركه على طول. يرجع من المسرح مثلا على ما بيروح البيت وبيصلي الفجر وبينام، ده انا يوم فرحي. دي ايه؟ يوم كتب كتابي. فرحان بيكي. كان بيعيط في الصوره دي، كان بيعيط. انت استاذه هند عندك ولدين مش كده؟ عندي ياسين 9 سنين وسليم 4 سنين. الاحفاد بقى لقطوا من جده حاجه؟ حقيقي حلقته. الكبير شكل، الكبير مش شكله، الكبير شكلي انا وانا شكله. بس مش شكله دايركت يعني ده تقولي ده ابن هند وانا شبه بابا. لكن الصغير بقى يعني انا ببص له كده وهو بيتكلم وهو بيتحرك وهو فانا ببص وبقول ده وقع من جيب سعيد صالح وهو ماشي بالظبط. يعني ايه ده؟ طب يعني ازاي كده؟ ومع انه بابا ابيض وابني الصغير اسمر، بس في حاله ده سعيد صالح، ده هو ده اللي قدامي، ده قاعد سعيد صالح بكلام بطريقه ببصه كده لما بيحب يعني كده هو ده. بالظبط. مش عارفه ازاي يعني، مش عارفه ازاي. سليم كمان واخد منه قوي قوي يعني، كتير ابص في صور اقول بص يا ماما، بص يا ماما ده الصوره دي عامله ازاي لسليم، مش شايفه بابا قدامي. لسه هنتكلم كتير عن فنان الكبير سعيد صالح الله يرحمه، اعماله على المستوى الانساني، محطات مهمه هنتوقف عندها مع استاذه هند سعيد صالح اللي مشرفانا النهارده في الحياه اليوم. فاصل نرجع لحضراتكم. مشوار حافل بكتير من الأعمال الفنية، سواء سينما، مسرح، تلفزيون، أعمال إذاعية كمان، ويمكن الفيلم أو اللقطة اللي احنا شفناها للفنان الكبير سعيد صالح الله يرحمه كان كضيف شرف في الفيلم اللي جمعه طبعا مع الزعيم عادل إمام زهايمر. بجد التحية طبعا لأستاذة هند سعيد صالح اللي مشرفانا النهاردة في الحياة اليوم. وأستاذة هند، يمكن ظهور فنان بحجم وثقل الفنان الكبير سعيد صالح كضيف شرف في العديد من الأعمال، دي بتمثل ايه يعني؟ برضو المجاملة والحب الفنانين وعدم برضو البعد عن الشاشة لفترات طويلة، فما كانش بيتردد انه يظهر في دور قصير او مشاهد لدقائق معدودة؟ لا هو ما ظهرش في ضيف شرف الا مع ناس قليلة. يا اما افلام استاذ رمسيس نجيب المنتج، لانه هو كان ابنه المدلل يعتبر. يا اما استاذ عادل امام تقريبا. يعني مش كتير.
مش كتير ناس، مش كتير ضيوف كضيف شرف. امير الظلام عمل فيه ضيف شرف عشان رامي، عشان خاطر رامي، لانه مربي رامي. هو بيحب يعني بيحب يخش يقول مساء الخير ويخرج، ومساء الخير تسيب بصمه، وده حاصل فعلا، وده اللي حاصل فعلا. مش فكره انا مش متواجد كتير فلازم اتواجد بشكل مش يعني مش بالكيلو بالنسبه له هي، مش مشهد دلوقتي مش بالمساحه لكن بالتاثير بالظبط، مش بالعدد الورق قد ايه والمشاهد قد ايه والكم يعني، بص الارتجاله اللي قلت لك مش بالكيلو يعني، فاهمه هي هو شايف انه دخل يقول جملتين في مشهد في زهايمر اللي هي نص الفيلم بالظبط، اللي هو قبل الفيلم، قبل المشهد الفيلم كان حته في حته، وبعد المشهد الفيلم بدا في حته تانية. كان بياخد رايكم في ادوار في اعمال، او بعد ما يعمل الدور يقول لكم ايه رايكم عجب؟ لا 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 خالص، ولا كان بيتفرج على نفسه، لا 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 خالص. بصي بابا ما ينفعش ياخد راي حد في حاجه خالص، ولو خد راي حد في حاجه وحد قال له تقوليش يعمل العكس. طبعا ده شيء عظيم جدا. كان تركيبه غريبه يعني، ان هو لا هو ما بياخدش راي حد، هو صح وعارف ان هو المسرح ده انتوا مش هتعرفوا امتى دلوقتي، هتعرفوا امتى بعدين. انت مش هتعرفي قيمه اغاني كعبلون دلوقتي، انت هتعرفي قيمه اغاني كعبلون بعدين. وهو شايف نفسه صح ومكمل. علاقته بالجمهور وبالمعجبين ايه؟ جت عليه فتره في مشاهد في المسرحيات بس ما اعتقدش انها اتصورت، كان بينزل في وسط الجمهور ويتكلم معاهم. اخر مسرحيه عملها قاعدين ليه، كان في مشهد هو وانجي علي كانت بتستضيفه، بيوقفوا المسرحيه وبتستضيفه كسعيد صالح في وسط المسرحيه، وكان بينزل الجمهور ويعمل معاهم هو بيحب ده، مش بقول لك هو بيحب المسرح وبيحب يبقى في لينك دايركت لينك بينه وبين الناس، يعني يمشي في الشارع ممكن يكلم الناس، ما فيش اللي هي مش النجوميه اللي هو انا هو كان بينزل الشارع يكلم الناس ويفض خناقات، يصاحب على عساكر المرور، يعني هو كان متعايش مع الناس كلها. وخفة الدم سبحان الله، يعني عايزه اقول لكم هند، مش هقول استاذه هند، قد ايه قريبه ولطيفه ورخصه برضه مش فكه، عايزه اقول لك انا ده كمان مش فكه، هي خدة اللي حطيناها لي ورا ظهري دي والله ما عارفه، حاسه ان انا قاعده رسمي جدا، فممكن عليا عايزه اربع والله. هند ما فكرتيش او بابا ما قالكيش مثلا ما تمثلي؟ لا انا قلت له عايزه امثل وهو قال لي لا. قال لك لا؟ بس انا قلت له عايزه امثل عشان انا كنت مبهوره بال يعني بالجو قوي. وهو قال لي لا، لان هو اولا عارف ان انا مالي يعني خالص خالص اخر واحده ممكن تمثل، وبعدين قال لي انا مشفق عليكي لما لقاني بقى مصممه وهقطع شراييني بقى وهعمل حاجات مش لطيفه خالص، فقال لي طب افهمي بس، انا راجل بستحمل اكتر منك الـ 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 المواقف الصعبه وال يعني تعب المهنه نفسها، ان انت تبقي في عز الحر مثلا بتصوري بنص كم عشان راكور، في عز الشتاء بتصوري بكم طويل عشان راكور شتاء، من الساعه 9 الصبح مثلا لازم كمان ممكن من قبل كده عشان يلحقوا النهار كله ياخدوا فيه عدد مشاهد لحد مش وتنزلي تروحي مسرح تكملي للفجر في مشقه وانتي بسكوتة. طبعا هو انا مش بسكوتة، بس هو كان بيحاول يقول لي انتي مش حمل ده، وانا الراجل مجهد عليا يعني، اللي انتي بتشوفيه قدامك في ساعة ونص على الشاشة احنا بنشوف كل اشكال التعب فيه. بس دخلتي من بعيد كده؟ لا منترك. انا خلاص فضلت ومصممة، فقال لي طب بصي ادرسي حاجة تانية طيب وخلصي وادخلي معهد فنون مسرحية. فانا لما لقيت منه موافقة حسيت ان انا يعني حطيت نفسي في حتة مش توترت بقى ومش عارف ارجع يعني، فقلت له طب خلاص يعني مش عايزة امثل. انت واضح انك انت وارثة التحدي يعني برضه والعين ده قوي قوي جميل، عند ده جميل قوي. طب قولي لي انت بتحبي اكتر حاجة تحبي تشوفيها البابا ايه؟ حاليا ولا زمان؟ اي اللي يجي في بالك. حاليا ما بشوفش غير العيال كبرت او مدرسه المشاغبين. زمان بحب له اي حاجه، اي حاجه بيتحط قدامي بشوفه. واكتر افيه اللي هو بقى بتموتي فيه ده يعني؟ لا كله كله كله، اصل هو يعني هو مش والافيهات دي كانت بتيجي ازاي ومنين؟ معرفش والله. احنا كده يعني، هو كده. انا بالذات مش هقدر اقول لك بتيجي منين، لانه انا 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 عايشه مع الحاله دي يعني. سعيد صالح على فكره هو حاله، هو مش
ملوش ملكه كده، ملوش، بصي يعني هو بقول لك لسه بيحب يعمل دوشه في البيت. هو حط فيا انه لازم يبقى فيه حركه في، بصي دي شايفه ده، انا لازم يبقى فيه حركه، يعني لازم يبقى فيه توتر دوشه، فهو حاله لوحده. فبتقولي لي جه بتيجي الافيهات منين؟ اقول لك مش عارفه، لانه هو انا متعوده على كده، مش عارفه. بس بيهزر معاك دايما، ما بسال عن مثلا كوميديين يقول لك هو انا عشان بضحك على الشاشه معنى كده ان انا ببقى بضحك في البيت واقعد اهزر والكلام ده كله، يقول لك لا انا ببقى مكتئب يعني بخاطر هو في البيت مش بقى مكتئب. دي لا لا ما عندناش الاكتئاب ده، مش في قاموس بابا خالص خالص. عم وعدي لما اتصل قال لك بيمر بازمات، وبابا كان من اكتر الناس اللي بيمر بازمات ماديه بقى في الشغل نفسه، يعني اي حاجه، حد يتوفى قريب منه جدا. بس طب وبعدين؟ ما وبعدين يعني هل الزعل والنكد هيحل؟ يتعامل معاها ويتعايش وخلاص وهنضحك وقومي قومي ما حصلش حاجه، قومي اعملي لنا كوبايتين شاي. ممكن يبقى من جواه متضايق، بس هو شايف انه دي يعني الزعل مش هيحل. تحبي تقولي ايه كلمه اخيره بقى واحنا بنختم؟ لمين؟ لبابا؟ على بالك. والله هو معايا، هو ما بيسيبنيش، وهو في جوه هند اللي بتشوفيها دي عياط، بضحك وبتعايش وبعدي، بس في أب، مش فكره اب، هو بقول لك هو كان حاله، هو في الم جوايا، في خذلان كتير من الناس حواليا. كنت دايما لما اتضايق اجري عليه اقول له الحقني، حد عمل لي كذا، وما كانش يروح يتخانق، بس كان ياخدني في حضنه ويطبطب عليا ويقول لي ولا اي حاجه. فانا دلوقتي ما فيش اللي بياخدني في حضنه ويطبطب ويطبطب عليا ويقول لي ولا اي حاجه. فهو في انا مش موجوده، يعني انا موجوده عشان ولادي وعشان انا ربنا لسه قسم لي اكون موجوده، بس فعليا انا يعني انا هصيح وهيبقى سواقي في اسود هينزل دلوقتي مننا احنا. ده شعور انساني، الظهر والسند والامان، وجود الاب وقيمته. هو كمان كانش اب طبيعي وما كانش انسان طبيعي، يعني شوفي لما صاحب عمره قعد يصادق يتكلم عنه بالشكل ده، هو ما كانش، هو كانسان ما كانش طبيعي، ما كانش يعدي على حد غير لازم يسيب في علامه، في حاجه سعيد صالح سايبها فيه، وساب لنا يعني شغل رائع وجميل وأعمال كتيرة تفضل عايشة ما بيننا، ونفضل دايما نفتكره بكل محبة وكل تقدير، على قد ما أسعدنا ورسم الضحكة والابتسامة على وشوش الكل، يعني حتى لو ما طلعش وما تكلمش، يعني وجوده بس كده أول ما بيظهر في الشاشة بيديلك الطاقة الإيجابية وبيدي البهجة. ففعلا صدق من قال عليه صانع البهجة، الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، يفضل دايما حاضر ما بيننا بأعماله وبإبداعه وبمشواره الطويل وعطائه اللي أبدا ما بخلش ولا أثر فيه. أستاذة هند بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يخلي لك ولادك إن شاء الله، وزي ما تقولي كده هم نسخة من بابا ومن طريقته اللي خلف ما ماتش، وبيفضل سبحان الله الجينات والوراثة موجودة. الحمد لله، ميرسي، ربنا يخليك. شكرا ليكي، شرفتينا ونورتينا.